بسم الله ما شاء الله. جيبوا ندير بسمة ديانا ستون رايد. ديانا ستون رايد. بسم الله ما شاء الله. بتمتاز بهذا الدولار. خفيفة خزنة 100 سي سي. كم كيلو وزن؟ وزن بتاع كيلو 900 جرام. كيلو 900 جرام، ما شاء الله خفيف. فيها نشنكلات، اشتغل بالنشنكلات. فيها كاتم للصوت، فيها خزنة سنجل، ومعها خزنة 17. ده عاملة كم السعر؟ ده عاملة 11,000. بسم الله ما شاء الله. وفي منها ارتميس بي 900 نفس المواصفات بس دي بشك خشب عامله 11,000 برضه. بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه والله. ننزل معاها خزنه 7 رشاق، ننزل معاها طقم اصلاح. خزنه كم؟ خزنه سنجل. خزنه 100 سي سي يا شمال. 100 سي سي. 100 سي سي. بضربه مثلا من 30 ل 35 طلقه. بسم الله ما شاء الله. سرعه 250 متر في الثانيه. بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه والله. في منها ديانا وفي منها ارتميس، الشركه اللي بتصنع لديانا برضه. شركه محترمه، شركه ارتميس برضه. في ديانا وفي منها ارتميس. عبد الثاني اهو يا جماعه، الاستاذ احمد هيتعرف لنا اهو. البندقيه التشيكي العالميه. بسم الله ما شاء الله. دي اسمها قطران. اسمها استاذ احمد؟ دي طيبان اهو. طيبان. طيبان قطران. دي تشيك الصومعة. تشيك الصومعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا في الطبيعة أفضل مليون مرة من الصومعة. بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. دي تشيك. تشيك الصومعة، ده عاملة كام يا أستاذ أحمد؟ 65,000. دي عاملة 65، ما شاء الله، حاجة بسم الله ما شاء الله محترمة. دي جماعة أوي يا عم. دي معاها حجمات. دي معاها خزنتين. وطقم إصلاح. اثنين خزنة. طقم إصلاح. والغروب بتاع الشحن، وسط الشحن. ما شاء الله. حاجة محترمة جدا والله يا أستاذ أحمد. دي إنتاج 21. إنتاج 21، بسم الله ما شاء الله. حاجة محترمة جدا والله يا استاذ احمد. معانا العرض الثالث.